لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل لنا سكينة علينا وثبت الأقدامين لقينا. أهلا بكم وسيشن جديدة من سيشن ستارت ويندوز. النهاردة السيشن رقم 42. بنحب نرحب بكل الناس اللي انضمت لينا جديد، كمان بنحب نرحب بكل الناس اللي متابعنا على مدى 41 محاضرة. النهاردة المحاضرة رقم 42 بعنوان How to clean your PC، ازاي ننظف الجهاز بتاعنا. طيب انتوا سامعين حاجة انا مشغلها؟ تمام. طب الحمد لله. شيرين شريف، اسف. الحمد لله على السلامه يا ساجا، كنا لسه بنسال عليك دلوقتي. ستارت ويندوز ملهاش طعم من غيرك انت وراها اكيد. تمام، خلينا نفتح البيبسي بتاعنا في البدايه. تمام. طيب اوكي، نفتح يا شباب اول موضوع لينا. نفتح اول موضوع لينا على التكست. تمام. نصائح فعالة للحفاظ على شاشة ال LCD. تمام، في موضوع ناقص كده يا نور. في موضوع بتاع لو اي مادة انسكبت على اللابتوب وموضوع ال LCD. تمام، قول تجربة دورنا عليه لو سمحتي. تمام، يا ريت كل الناس. تفتح الموضوع اللي احنا اشرنا ليه، الموضوع الاولاني بتاع نصائح فعالة للحفاظ على شاشة LCD. او خلينا في التنظيف الاول، يعني معلش خد الموضوع ده يا شباب الاول. تمام، وبعدين كل الناس تفتح الموضوع ده لو سمحت. تمام، اوكي. طيب اول حاجه تعالوا نعرف يعني ايه ننظف الجهاز بتاعنا، يعني هنغسله مثلا في ال بالظبط يا نور. هنغسله مثلا تحت الحنفيه مثلا، ولا هنعمل ايه بالظبط؟ بصوا يا شباب، اي جهاز الكتروني بيأثر عليه موضوع الاتربه بشكل كبير قوي. تمام، بيأثر عليه موضوع شكل الاتربه بشكل فظيع، يعني ممكن الجهاز بتاعنا يبقى عباره عن رامات 8 جيجا هارد مش عارف ايه، بروسيسور عالي جدا. تمام، لكن الاداء بتاعه ممكن يبقى ضعيف جدا مع مرور الوقت. نزلنا ويندوز اكتر من مره، نزلنا برامج تسريع اكتر من مره، لكن الـ الفكره ان مش المشكله مش في البلاو مش في عفوا مش في الـ مش في الـ قولوا معايا مش في الامكانيات بتاعت الجهاز. المشكله في الاتربه اللي بتتراكم يوم عن التاني. لا يا بشوي، المشكله من السوفت وير. المشكله من السوفت وير ولا هارد وير كمان، يعني المشكله مش في الامكانيات الجهاز ولا المشكله في الويندوز. تمام، المشكله في حاجه تانية خالص، المشكله في حته الاتربه. الاتربه بتتراكم على مروحه البروسيسور. تمام، وده اللي هنوريه لكم دلوقتي. الاتربه بتتراكم على الرامات، بتاثر خليني اجيب لكم صوره، بتاثر على اداء الجهاز بشكل نوعا ما كبير جدا. انا هوريكم حاجه دلوقتي. بس يا رب يعني الاقي صوره مشابهه ليها شويه. تمام، تعالوا هوريكم يعني حاجه. طب والله كويس، حاجه من الحاجات الظريفه واللطيفه يعني.
دي صورة المفروض تتحط كده في متحف الشمع، الصورة اللي أنا هوريها لكم، تمام؟ وتعال نشوف، أوكي تعال نشوف الصورة دي صفاتها إيه، أو إيه الفكرة فيها يعني. هنفتح فولدر جديدة، ناخد الصورة، تمام؟ معلش يا شباب اعذرونا عشان احنا بنحضر المحاضره واحنا معاكم، تمام؟ طيب الصوره اللي هتترفع دي انا عايز كل واحد يشوف الصوره يكتب فيها كومنت، تمام؟ يعني يكتب كومنت على طول. طيب اظن الناس كلها شافت الصوره، كل اللي شاف الصوره يكتب لي كومنت على التكست بسرعه لو سمحت. وممكن يكون رامات عاليه جدا. رمات عالية جدا على فكرة، الصورة لسه عامل عليها سيرش دلوقتي وجايبها من على جوجل، مش جايبها. الحمد لله على السلامة يا رهف. لا لا يهمك، احنا كنا لسه بنسأل عليك والله أول ما دخلنا أنت وساشا، تمام؟ طيب هنرفع لكم صورة تانية دلوقتي، وهنرفع لكم على فكرة الموضوع ده بجد بجد لطيف قوي، يعني أنا لسه بعمل عليه سيرش، او بعمل سيرش على على الحاجات اللي احنا بنديها، بس يعني ايا كان. طيب اوكي لا لا لا، احنا لسه بنشرح يا رهف ازاي هننظف الجهاز بتاعنا، وايه علاقة تراكم الأتربة ببطء الجهاز. كنا بنتكلم ان المشكلة بتاعة بطء الجهاز ممكن ما تكونش مشكلة هاردوير، يعني المشكلة بتاعة الجهاز ما تكونش حتة ان انا عندي امكانيات عالية قوي ومنزله ويندوز كبير قوي ما عنديش فيروسات ولا عليا مشكله من مشاكل الجهاز، لكن الفكره كلها ان عند المنظر اللي انت شايفاه ده. خلينا ارفع لكم صوره تانية، تمام؟ يعني خلينا نشوف صوره كمان من الصوره اللطيفه اللي انا بلاقيها على جوجل دي. هي دي. تمام. زي ما انتم شايفين يا شباب الصوره بتعبر عن نفسها، يعني ده واحد سايب الجهاز ما قربلوش. ادي الصورة التانية، تمام؟ دي صورة لجهاز ديل اهيت، صورة لطيفة يعني. طيب خلينا نشوف كمان صورة، او نشوف كمان حاجة من الصور، يعني تعالوا نشوف الصورة اللي هرفعها لكم دي كمان، يعني خلينا نشوف الصورة اللي هرفعها لكم دي كمان، بس دقيقة واحدة اجيب لكم الصورة دي. صورة دي صورة لمروحة بروسيسور، تمام؟ دي صورة يا جماعة لمروحة بروسيسور تقريبا كان العنكبوت عامل فيها سكنات حربية يعني، تمام؟ فده منظر الأتربة، يعني ده منظر الأتربة. إيه التأثير اللي بيحصل على الجهاز؟ إيه التأثير اللي بيحصل على الجهاز؟ التأثير اللي بيحصل على الجهاز إن دلوقتي التهوية ما بتبقاش تهوية كاملة للجهاز، لأن الأتربة دي بتعوق تهوية الجهاز بشكل كامل. غير كده كمان الأجزاء الإلكترونية بتتأثر بالعوامل دي، يعني بيحصل تآكل نوعا ما في الأجزاء الإلكترونية. يعني خلينا نصغر لكم الصور شوية عشان بس الصور تيجي جنب بعضها. أوكي نصغر دي كمان ونصغر دي كذلك. طيب كل واحد فيكم هيقول لي نظف جهازه إمتى آخر مرة، أو هو فكر ينظف جهازه ولا لأ، وإيه المشكلة اللي لقاها لما نظف جهازه، او ليه مش عايز ينظف جهازه، تمام؟ عماد الحاجه اللي هعملها لك تكتبها لي، تمام، في نوت باد عندك، وبعدين في الاخر هتحطها لنا هنا كوبي، تمام؟ يعني كل سبب هعمله لك هناخده من كلام الناس تحطه في نوت باد، وفي الاخر نحط كوبي عشان نشرحه. طيب يلا نبتدي يا شباب. مين فكر ينظف جهازه؟ ولما فكرتوا تنظفوا جهازكم ايه المشاكل اللي قابلتكم؟ ولو ما فكرتوش ليه ما فكرتوش تنظفوا جهازكم؟ البراور لازم انزل الجهاز اللي بتاع الصيانة. حلو قوي، تمام. اكتب تنظيف الجهاز بالبلاور،
جهازي لسه جديد بعد الصور دي، فاكره من اللحظه دي، هفكر من اللحظه دي. تمام، من شهر. تمام يا استاذ اشرف، نظفته ببلاور ولا نظفته بايدك ولا بالاستشوار؟ على فكره في ناس بتنظف الجهاز بالاستشوار، ودي حاجه غريبه يعني لما عرفتها، عشان ما عنديش بلاور. حلو قوي، تمام ببلاور، كويس قوي بلاور. تمام، طيب مين تاني ننظف الجهاز بتاعه؟ مين منظفوش؟ فرشة السنان. ممتاز، اكتب يا عماد تنظيف بفرشة الأسنان أو بالفرشاة عامة. أنا جهازي جديد بقاله 5 شهور بس مش هنضفه علشان لاب ومش عارف ازاي هيتنضف. اوكي، اكتب تنظيف اللابتوب. تمام، اوكي لسه مستنيين. مستنيين انا من 3، انا جهازي انا من 3 ايام نظفته بالاستشوار وصار لي مشكلة انه بعض الازرار استكالت يعني ما عادش بتشتغل على ما اعتقد يا سجا. اخويا بنضف الجهاز بفرشة الدقن، بس ما شاء الله بتاعت الرجالة هي فرشة دهان عريضة. ممتاز، انا ببنزين وفرشة. تمام، في المرات الاخيرة بنضف بقماشة، لكن كل مرة بنضف ببلاور لازم ينزل بتاع الصيانة. حلو، تمام، طيب مشكلتك سهلة قوي، انا اوريكم شوية صور لذيذة والله، يعني انا عمال بعمل سيرش استفدت من الصور دي. تمام، اوكي انا عايز ابدا من موضوع الاصعب يعني بصراحة، ابدا من موضوع اللابتوب. تمام، يعني عايز ابدا من حتة اللابتوب علشان هي الاصعب في التنظيف. طيب سجا، انت اللي عندك لابتوب صح؟ وانا حلو قوي. تمام، طب مين فيكم سمع عن او انتم متوقعين مدى الاتربه اللي ممكن تبقى في اللابتوب؟ شكلها ايه؟ او مين فيكم فكر في موضوع منظر اللابتوب من جوه؟ طيب تعال نشوف ماك بوك، whatever ان كان ان كان. تمام، اكيد في ماك بوك فيه بروسيسور واكيد في ماك بوك بيدخل فيه اتربة، احنا بنتكلم بمنظر عام. طيب تعالوا نرفع كده صورة لمنظر المروحة بتاعت البروسيسور بتاعت اللابتوب. تمام، ودي جزء او دي اكتر جزء بيبقى فيه فتحة عشان كده بتقول له اتربة كتير. طيب اوكي تعالوا نشوف منظر المروحة. حلو حلو، بتنضفيه بالمكنسة، كل ده هنقوله دلوقتي. طيب شفتوا يا جماعة الجزء اللي بيبقى موجود كتهوية في اللابتوب هي الجزء الموجود عند مروحة البروسيسور، فلذلك ده بيبقى أكتر جزء فيه أتربة زي ما أنتم شايفين. حلو، تمام، طيب حلو أوي. إزاي هننضف اللابتوب؟ دي مشكلة صعبة أوي، إحنا صعب نفك اللابتوب. ممتاز، صعب إن إحنا نتعامل مع اللابتوب لأنه مور ماكرو تكنولوجي، يعني الـ الـ الاجزاء بتاعته دقيقه جدا، لذلك في نفس الوقت انا ما اقدرش افكه. طب مين فينا سمع عن مروحه او مكنسه اللابتوب؟ ايه ده الراجل جاي يتكلم ازاي ده؟ مكنسه اللابتوب ازاي يعني؟ في مكنسه لللابتوب، مش بس مكنسه، اللي هي حاجه ليها حاجات كتير او ميزات كتير قوي. تمام، انا مش هينفع اعدي اللابتوب بتاعي كل مره. حلو قوي يا بشو، مش هينفع اودي اللابتوب بتاعي اكتر من مره علشان يتنظف. تمام، او ينفع اوديه المتخصص لان انا مش ضامنه، انا عليه البيرسونال فايلز بتاعتي، ملفات الشخصيه. شيماء، ايوه صعب نفكه لان ممكن تحصل مشاكل ما نقدرش نعالجها. ممتاز، تمام، عشان كده هندي لكم النهارده رنين بتقدم لكم مروحه اللابتوب. تمام، العروض الغريبة اللي احنا بنسمعها دي، في يا جماعة حاجة اسمها مروحة اللابتوب،
مروحة اللابتوب ايه؟ مكنسة اللابتوب زي ما انتوا شايفينها كده، دي مكنسة اللابتوب تمام. هجيب لكم صورة كمان ليها تبقى أوضح شوية، الصورة أوضح. هي دي. ومش بس كده، كمان بالمكنسة دي بتشتغل باليو اس بي، يعني من ضمن المفارقات يعني ان هي حاجة كده خفيفة، وعلى فكرة تنفع كمان للبي سي العادي، بس هي قوتها شوية ضعيفة عن عن العادي، فلذلك ممكن تستخدم اللابتوب اكتر. ده نوعين من الحاجات اللي بيستخدموها الناس علشان ينضفوا بيها اللابتوب كناس. هقول لك دلوقتي ده النوع التاني، فانك شوية للبنات تمام. طيب دي زي ما انتم شايفين اهيت، فيها قطعة زي المكنسة كده الكهربائية بنضفي بيها الأجزاء، في محلات كتير جدا بتباع يا شيماء تمام. وخصوصا المحلات اللي هي بتبقى تريد مارك، يعني الحاجات اللي هي بتبقى عالية قوي. لو دخلتي على موقع سوق دوت كوم، موقع سوق دوت كوم ممكن تلاقي عروض مميزة قوي، أو موقع أي موقع ماركتينج، ويوصلك لحد البيت وبتدفعي الثمن وانت في البيت تمام. تدفعي شحن 15 جنيه تقريبا، او في مثلا كمبيوتر مول، اي حاجه لو انت من القاهره يعني. بالظبط. النقطه الثانيه ان هي ممكن تتحط في فتحه التهويه فتشفط الهواء او تشفط الاتربه من جوه تمام، تشفط الاتربه من جوه، فدي تبقى حاجه مميزه قوي. ان انا هنضف اللابتوب بتاعي من بره، انا ما بتكلمش على السكرين لان ال سي دي سكرين دي ليها جو تاني خالص تمام، انا بتكلم على الاتربه اللي بتبقى جوه الجهاز، اللي بتبقى على القطع من جوه. طيب تمام. الباور سبلاي، هنيجي نتكلم على الجهاز الكبير بقى. ناس كتير بتشتكي واحنا قاعدين دلوقتي ان لا يا عم انا بصراحه يعني ما نضفش الجهاز بالباور سبلاي علشان ممكن يكون بيعمل لي مشكله. طيب المشكلة ايه؟ انت دلوقتي لو انت جبت قماشة عليها، هنفتح بورد جديدة معلش، جبت قماشة او جبت ورقة عليها شوية تراب تمام، ورحت جاي كده زي الشطور جايب الباور سبلاي، الباور سبلاي جايب الباور، ورحت نافخ شوية التراب دول، هيحصل ايه؟ مين يقول لي هيحصل ايه؟ مين يقول لي لو عملت بالباور سبلاي في الكيس هيحصل ايه؟ وعليكم السلام وبركاته. هيطير على باقي الاجزاء. برافو يا بشوي. تمام، هي دي الخلاصه. انت دلوقتي جايب، لا مش دلوقتي يا عماد. انت دلوقتي جايب، وعليكم السلام وبركاته. انت دلوقتي جايب بلاور تمام، وجاي يا سيدي ان انت تنضف باور سبلاي. اولا برافو عليك يا راف، القوه بتاعت البلاور قوه كبيره جدا، فممكن لو انت مقربها من المذر بورد، المذر بورد نفسها القطعه بتاعتها صغيره، فممكن في قطعه من ضغط الهواء تتكسر، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان لو انت وعليكم السلام وبركاته، ان انت لو انت مقرب قوي بالظبط يا شيماء، او تحركها من مكانها، او لو انت مقرب قوي الباور سبلاي، الباور سبلاي برضه الفلاور، ممكن التراب يتنثر على كل حته، فيجي جزء في الرامات، يجي جزء بين الكابلات، فيبقى انت عملت مشكله اكبر. مش مهندس يعني، انت برضه ما حلتش القضيه. شوف يا سيدي، انا واحد من الناس لما اجي انضف الجهاز بتاعي في البلاور، اول حاجه بعملها ان انا ببقى حاطط ايدي قدام البلاور شويه علشان الهواء ما يبقاش فيه ضغط مباشر قوي تمام، دي حاجة. الحاجة التانية ما يبقاش يوزع الهواء أو ينظف الأتربة جوه الجهاز نفسه، لما أنا بحط بيعمل الهواء على الجنبين فينظف الأجهزة أو ينظف المذر بورد ويطرد الهواء على الجنبين تمام، دي حاجة. الحاجة التانية بعد ما بنظف الجهاز لازم أستخدم حاجة اسمها AKAR14، في سبراي كده يا جماعة هجيب لكم شكله دلوقتي. السبراي ده بيقولوا عليه ان هو بينظف الاجهزه، او بيستخدموه لتنظيف الاجهزه الالكترونيه. خليني اجيب لكم صورته، ورخيص جدا. AKAR
اوكي سبري تمام. اكاي اكاي 14 او اكاي اي اصدار او اي نوع منه، ال 300 مللي كان ب 6 جنيه مصري تمام، يعني بحوالي دولار واحد بس. فالناس تقدر ان انت تشتري السبري ده من اي محل بتاع الالكترونيات، يعني قول له مثلا لو سمحت انا عايز الاكاي او عايز السبري اللي بنضف بيه الاجهزه الالكترونيه. الاكاي ده مش بس تقدر تنضف بيه القطع بتاعتك، تقدر تنضف بيه اللابتوب نفسه، يعني تقدر ترشه. طبعا احنا ما ينفعش نرش ميه يا جماعه، ما ينفعش نجيب حته قماشه ونرش عليها ميه لان ده هيعمل مشاكل كتير جدا تمام. لكن الاكاي ده ممكن نستخدمه، حتى شايفين التايتل بتاعته اكاي فيديو سي دي اند موبايل كلينر، بينظف الفيديو سي دي والموبايلات تمام، او اي الكترونيك ديفايس او اي جهاز الكتروني. فاذا انا بعد ما استخدم الباور سبلاي عشان انظف الاتربه، محتاج ان انا امسح اثار الاتربه دي. اجي على الاكاي ده بيبقى معاه جزئيه كده طويله زي حاجه كده بتدخل في الاماكن الرفيعه، بترش مثلا مكان الرامات، بتنظف الرامات. وده المشكله بتاعتك، الشخص اللي كان بيسال يقول محمد تقريبا لازم انزله للراجل بتاع الصيانه. مشكلتك ان انت تراب بيدخل على مكان الرامات، فلازم تنزله بتاع الصيانه، هو كل اللي بيعمله بينظف مكان الرامات بس. فانت نظف الرامات كويس قوي، اتاكد ان الكابلات ما اتحركتش من مكانها بقوه الدفع الكبيره قوي بتاعت الباور سبلاي، اتاكد من مكان وجود الكابلات تمام. يبقى هستخدم الباور سبلاي، الباور سبلاي الباور، حد يفكر دايما البلاور البلاور، وهستخدم معاه الاكاي او منظف الاجهزه الالكترونيه. في منه نوعين، بزيت ومن غير استخدام اي نوع. في نوعين بزيت، الزيت افضل تمام، يعني نوع الزيت افضل، وخاصه في المراوح. يعني يا شباب لو انت عندك مروحه البروسيسور بتعمل كونتاكت كلينر، مش فاهم عليك يا استاذ عبد الله. اوكي ف مش مشي او الاخ مش فاهم الاسم بالظبط. زي ما اقول لك النوع اللي بزيت بيستخدم اكتر للحاجات اللي هي زي المراوح، علشان بيكون في ماده شحميه شويه. انما التنظيف لابد ان احنا نستخدم السبراي، لابد ان احنا نستخدم السبراي علشان بيطير ما يفضلش موجود. اوكي زي ما وضحنا اللي بزيت بيستخدم لحاجات معينه، واللي من غير زيت اللي هو السبراي العادي بيستخدم لحاجات معينه برضه. ده اللي انا حاططه لكم الازرق ده سبراي تمام. النوع الثاني من الاكاي، الاكاي ده النوع الثاني فيه زيت لونه بني تقريبا تمام. ده بيستخدم كماده شحميه للقطع اللي احنا هننضف بيها، يعني كانه شحم بالظبط بس بيبقى فيه زيت او احمر، مش فاكر اللون بالظبط تمام. طيب نرجع للموضوع بتاعنا مرة تانية يا شباب. بعد ما هننضف، انا هحط لكم صورة تانية للكلينر مثلا، يعني ايه حاجة غير الاكاي خالص تمام. خليني احط لكم الصورة بتاعتها واوري لكم حتى بيتنضف بيه المراوح ازاي تمام. زي فكرة مروحة بتعمل زن. اولا المروحة لو بتعمل زن ممكن تنضفها، دي حاجة. او ممكن في حاجة اسمها زيت مكن تمام، زيت مكن ممكن تشتريه من عند اي حد برضو، ممكن تنضفها بيه. ده يا جماعة الكلينر او منظف تاني زي الاكاي بالظبط، بس معاه القطع اللي احنا كنا بنتكلم عليها، معاه القطع اللي هي الطويلة قوي شوية دي، لا اقدر ادخلها في الاماكن اللي هي صعبة اوصل ليها تمام، فدي بنضف بيها اسرع واحسن تمام. طيب كويس قوي. طيب مروحة البروسيسور، عارفين طبعا احنا هيبقى في اتربه مهما كان، يعني هيبقى في اتربه متعلقه او على جنب المروحه دي. ازاي هننضف الاتربه ديت؟ مروحه الباور بتزن. بص يا سيدي، اول حاجه هقول لك دلوقتي ازاي تنضف، بس خلينا نشوف الصوره الجايه دي وبعدين هقول لك ازاي. شوفوا يا جماعه، في جنب كده مروحه البروسيسور زي ما احنا شفنا في الصوره دي، هوريها لكم دلوقتي، بيبقى عليها اتربه. ازاي هننضف الاتربه دي؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. الصوره راحت فين؟ خليني اجيبها لكم. I can find this image. طيب استنى اشوف انا نزلتها فين بالظبط.
طيب تمام. تمام. طبعا كلنا عارفين موضوع سلكات صناعة مروحة، المروحة بتزيل لأن صناعتها غير أصلية تصير ده. وانا هقول لكم دلوقتي مشكلة المروحة دي. بصوا يا شباب، شايفين شايفين سلكة الودان ديت، هو بينظف بيها. تمام، بينظف بيها الايه، المروحة نفسها. تمام، فدي عشان تشيل الأتربة اللي موجودة على المروحة. بالظبط بالظبط، برافو عليك يا أستاذ مصطفى. تمام، فخلي بالكو ان هنراجع الأمور من الأول. أول حاجة احنا بنتكلم النهاردة يا شباب على ازاي ننظف الجهاز بتاعنا. بنقول ان مش مهم الجهاز بتاعنا يبقى امكانياته عالية، لكن ممكن مع تراكم الأتربة اللي عليه اللي شفناها في الصور اللي واضحة قدام حضراتكم ديت، تمام، مع تراكم الأتربة دي كلها ألاقي في النهاية الجهاز بتاعي سرعته او الاداء بتاعه بيبطأ يوم عن التاني. قلنا ان احنا هنستخدم اساليب معينه في التنظيف، والتنظيف هيبقى دوري. تمام، اول حاجه اللابتوب. اللابتوب علشان صعب الوصول ليه، في اولا مكانس كهربائيه لللابتوب ممكن تنظفيه حتى بالاستشوار عادي خالص. تمام، ممكن تيجي عند الفتحه بتاعه اللابتوب نفسها وتستخدمي مكنسه كهربائيه بالشفط مش بالدفع، يعني بتشفط الاتربه. تمام، ممكن تستخدمي ال A K A I 14. تمام، او ال AKI 14 زي ما احنا قلنا، وتستخدميه على قماشه جافه وتنضفي بيه. البي سي العادي او الكيسه العاديه ممكن تستخدم الباور سبلاي وتحط ايدك قدام الباور سبلاي علشان تقلل من اندفاع الهواء، دي حاجه علشان ما ياثرش. فلاور، برافو عليك يا عماد. الفلاور ممكن تحط ايدك قدام الفلاور علشان تقلل اندفاع الهواء، وبعدها تنضف الجهاز بالاكاي او باي كلينر تاني بالجزء اللي انت شايفه ده، او بالجزء اللي ممكن من خلاله تنظف بيه الحتت المزنوقه قوي، وبالتالي هتستخدم سلاكه سنان او منديل وات ايفر وتنظف الحتت دي يدويا، او تمسح الاجزاء اللي بيبقى فيها اتربه يدويا. الناس اللي بتتكلم على الاتربه او بتتكلم على الحتة الزنه بتاعت مروحه البروسيسور. تمام، انا هجيب لكم صوره ومن خلال الصوره دي هنشرح عليه. على فكره الناس اللي كانت بتقول اكاي البيتزيت لونه احمر هو لونه بني زي ما انا قلت، عشان لقيت صوره ليها. طيب خليني how to clean processor van. طيب هجيب لكم الصوره. الصوره الاولانيه معقده شويه عشان تعقدنا في حياتنا، وبعد كده نشوف ازاي هنقدر نعمل ده. طيب طيب شوفوا يا جماعه الصوره دي، شوفوا الصوره اللي انا هرفعها لكم ديت. اوكي، دي صوره تمام لباور سبلاي مفكوك، دي الجزء اللي بتبقى تحت المروحه على طول، يعني دي الجزئيه بتاعت تحت المروحه. شايفين قمه يعني كميه الاتربه اللي عليه، شايفين كميه الاتربه اللي بتبقى عليه، مش عارف ده شعر ايه اساسا ده ولا جايبه منين. ده خلاص يعني يودع. فاول حاجه اي بار اي مروحه فانا بتاعت بروسيسور فرشه رسم، هقول لك ليه دلوقتي. بيبقى ليها حاجه زي كليتسات كده. تمام، يعني زي كليتسات، هوريكم الكليتسات ديت بتتفك ازاي. تمام، هناخد اول حاجه مروحه البروسيسور العاديه اللي هي بمسامير. لو نقعد تراب خشن شويه يبقى التاثير كبير. تمام، تعالوا نشوف يا جماعه، دي مروحه بروسيسور عاديه خالص من غير كليبسات بمسامير. تمام، انا هرفع لكم الصوره اهوت، احنا عاملين البومات صور النهارده. تمام، دي بتتفك الجزئيه بتاعتها اللي فوق بتاعت المروحه نفسها، وبعد كده ببتدي اتعامل مع باقي البروسيسور. ثواني بس الصوره تترفع. هو مش هقول لنا حتى اهوت clean the CPU van and heat sink van، يعني نظف المروحه والجزء الحراري اللي تحت المروحه. قال لك اول حاجه الاسلاك اللي هي، خلي بالكو الاسلاك دي المفروض تبقى بعيده جدا لانها بتتاثر وممكن تبوظ بعد كده.
بتشيل او بتفك الفانه بتاعه البروسيسور، وبعد كده بتلاقي الهيت سينكر او الهيت سينك اللي تحت دي، الجزء اللي هو المشتت للحراره، اذا تشيل المروحه في مفك، في مسامير 1 2 3 4، فك المسامير اللي فوق دي تمام. بعد كده بتشيلها، بيبقى عندك المروحه منفصله والهيت سينك او مشتت الحراره تحته اللي احنا شفناه اللي هو زي ده بالظبط تمام. هتيجي بفرشه، فرشه اسنان او فرشه رسم او اي حاجه طويله ليها شعيرات حلوه، شعيرات دي ليها شعيرات تمام، تقدر تنظف بيها الاتربه دي كلها تمام، او ممكن تنظفها بالكلينر اللي هو الاكاي كلينر، زي ما قلنا سعره دولار واحد بس. طيب نجيب صوره تانية، خليني اقول لكم، يعني اقول لكم استاذ محمد اللي كان بيتكلم على حته الباور سبلاي، دي صوره مثاليه قوي لواحد بينظف الباور سبلاي او بينظف الجهاز بتاعه بالبلاور تمام. تعال نشوف ازاي الوضعيه بتاعته او ازاي كان بيستخدم البلاور، عشان يعني نتعلم طريقه التنظيف ازاي. مش احنا قلنا ممكن نحط ايدنا قدام البلاور نفسه علشان نشتت الاكاي بعد ازاله الاتربه بالظبط، ممكن نحط ايدنا قدام القطعه نفسها قدام البلاور علشان نشتت الاتربه. هو هنا بعد جدا بكميه كفايه عن الكيسه، فاصبح الهواء تمام، الهواء تاثيره مش كبير قوي، وبالظبط الاتربه هتتنطر بره المذر بورت نفسها وبره الكيسه. شايفين الوضعيه اللي هو واقف فيها ديت تمام، يعني هو مش لازق البلاور نفسه في الكيسه من جوه تمام. طيب تعالوا نشوف حاجه تانية برضو عن طريقه تنظيف مروحه البروسيسور تمام، او اي مروحه ممكن تبقى موجوده في الجهاز. طبعا كلنا عارفين يعني اكيد كلنا عملنا يعني دهنا او عملنا نقاشه او بيضنا حيطه عندنا، وعارفين الفرشه اللي بيستخدموها في دهان او الطلاء عامه. تمام. طب ادوني دقيقه ثانيه واحده. اوكي معاكم يا شباب. طيب اوكي شباب، الاسئله خلينا في الاخر لو سمحتوا تمام، الاخ اللي بيسال على محاضرات غير ستارت ويندوز يا ريت تخلينا في الاخر. اوكي محاضرات ستارت ويندوز يعني او المحاضرات الخاصه بملتقى الدارين الدعم بيجاوبك عليها في الاخر. اوكي نرجع مره ثانيه. شوف يا شباب، مروحه البروسيسور بيبقى ليها كليبسات، وانا هجيب لكم الكليبسات دي بتتفك ازاي. ثواني عشان بس هاو تو كلين بروسيسور فان، عايز اجيب لكم شكل فك الكليبسات، بس يا رب الاقي لكم صوره زيها. اوكي طيب الحمد لله لك الصورة كويس. اوكي دي صورة ممتازة. شوفوا يا شباب، كل الناس بقت عليها كل الناس، وعليكم السلام وكده ناسون، دي أول مرة أكيد تحضر معانا. كل الناس بقت بتستخدم البروسيسور او بتستخدم الفانات بتاعت البروسيسور الحديثه اللي هي اسمها نوعا ما بوكسد تمام، اللي هي بتبقى زي القطعه الواحده كده تمام. انا هوري لكم صوره للبوكسد ديت، وهوري لكم صوره مستر بشوي لو سمحت، ممنوع ان حد يحط لينكات لو سمحت، مره ثانيه ممنوع ان اي حد يحط لينكات غير لما انا اطلب ده. اوكي طيب شايفين يا جماعة دي مروحة بروسيسور. اوكي ولا يهمك ولا يهمك. دي مروحة بروسيسور، شايفين
كمية الأتربة. شايفين الكليبسات اللي على جنب دي؟ لو لاحظتوا إن كل كليبس مرسوم عليه سهم بطريقة معينة، يعني كل كليبس بيدور في ناحية معينة. فسي إن أنت دورت الكليبسات دي في السهم اللي هي معمول عليها، هتلاقي المروحة اتفكت على طول معاك، هيبقى قدامك بقى تنضفها، إن شاء الله تنضفها بالمية حتى، تنضفها بالفرشة، تنضفها بالوات ايفر، هتنضفها بإيه. طيب عماد، حط لنا الجزئية التانية بتاعة تنظيف، أو الموضوعين بتوع تنظيف ال LCD، حط لنا اللينكات بتاعتهم لو سمحت. الصورة مش موجودة، الصورة الأخيرة مش طلعت قدامكم يا شباب، الصورة بتاعة مروحة البوكسد. طيب أوكي، ممكن تكون مشكلة نت عندك يا شريف. تمام. طيب شايفين دي خليني اغير لكم اللون، مش عارف جايب لنا لون احمر. طيب دي الاسهم يا جماعه، دي الكليبسات. تمام، والكليبسات دي بتدور، هتلاقوا فيها سهم مثلا معمول كده، ودي سهم مثلا معمول كده. تمام، فانت لو دورت الكليبس ده مثلا بنفك او حاجه، هتلاقي الدنيا بقت كويسه معاك. طيب مره تانية، الناس كلها تفتح اول موضوع نصائح فعاله للحفاظ، او لا اللي بعده، اسف، افضل طرق تنظيف شاشه ال LCD. ده موضوعين مفيدين جدا ليكم، ممكن تستخدموهم فيما بعد، بس خلونا ادي لكم منتج ظريف قوي موجود دلوقتي. تمام، صورته راحت فين؟ اوكي، هو ده. في سبراي كده بقى موجود بالقطع بتاعته، ثمنه غالبا يعني اعتقد انه في حدود ال 10 جنيه، يعني ما يعادل 2 دولار 3 دولار، مش عارف بالظبط السعر بتاعه بالدولار، لكن تقدروا تستخدموه. السبراي ده لللابتوب، تمام، للموبايل، لاي حاجه فيها سكرين ال سي دي او فيها سكرين عامه. ده سبراي، او بيبقى نوعا ما، هو بيقول يعني نوعا ما في نوعيات مش كويسه بتبقى عباره عن صابون. لكن الفكره كلها، الفكره كلها بتبقى مميزه قوي. تمام، السبراي ده بيبقى معاه زي ما انتم شايفين الفرشه بتاعته والقطعه، قطعه التنظيف. والحاجه دي مميزه قوي، ان القطعه دي لا منها ان هي خشنه قوي فهتاثر على السكرين بتاعتنا ان هي تخدشها، ولا منها ان هي ضعيفه قوي فمش هتنضف او هيحصل لها حاجه وانا برش عليها السبراي. ميسون، وي يعني we are very sorry, we can understand French. فلو سمحت يا تكتبي عربي يا تكتبي انجليزي، ده بنعتذر ليكي. تمام اوكي، we are sorry، انا بجد مش هقدر اتواصل معاكي بالفرنساوي. فنرجع مره تانية. اوكي طيب، انا اعتقد ان احنا تقريبا اتناولنا كل الحاجات. مرة تانية يا عماد، حط لنا اللينكات كلها اللي احنا خدناها النهاردة، او لينكات المواضيع علشان الناس تستفاد منها. مرة تانية، كنا بنتكلم النهاردة يا جماعة، هي بتحتاج كل الحاجات دي، مش بيكفي قماشة قطن رطبة. برافو عليك. طب رطبة بإيه بالظبط يا رهف؟ يعني انتي هتحطي ايه عشان ترطبيها؟ واو، برافو عليكي. يبقى انتي شوفي الموضوع اللي بيتكلم على ميه او خل. تمام، لا ما هو يعني انت بتذاكر نص المذاكره، ما هي ميه دي هتودي نفسك في داهيه يا رهف. لا هو خل، انما ميه لا خالص. بص يا جماعه، في حاجات بصوا، في حاجات بتبقى لا بص اسمعيني، اوكي ميه او مش ميه، يعني بص السعر الرخيص، يعني رخيص قوي، انت لو جبتي اكاي دي هتبقى ظريفه قوي. ممكن تجيبي اكاي، يعني ممكن تستعيدي بالسبراي ده عنه، يعني بالفرشه بتاعته بالحاجات دي كلها، بالسبراي اللي هو الكلينر ده، اللي هو السبراي اللي احنا وضحناه في الاول، بدولار واحد. تمام، ممكن يغنيكي عن حاجات كتير جدا، انا هشرح ده دلوقتي. تمام، المواد الالكترونيه بيبقى فيها حاجات قبل التاكل. عماد، انت تعرف تدخل عندنا في افهم ولا لا؟ طيب ادخل عندنا في افهم واعمل سيرش تحت. للاسف لا. طيب الناس اللي ليها، مش عارف احمد صلاح، لا نور مش معانا، نور معانا؟ طيب مش تقولي لي يا نور؟
طيب لا هي مش معانا، هي مش معانا دلوقتي يا ستي، حرام عليك، ما سايباني عمال بلف حوالين نفسي ليه؟ هتم الموضوع اللي كنت بتكلم فيه عن ازاي نصلح الكيبورد بتاعتنا، تمام؟ وشوفي الموضوع بتاع احمد سامي اللي كان، يعني مش عارف انتي حطيتيه ولا لا، لما كان احمد سامي بيشرح طريقة تنظيف ال CD، تمام؟ الاجهزة الالكترونية يا جماعة، كان عندي كيبورد كنت بحبها قوي، كان كيبورد ايفورتيك وايرلس وكانت تحفة يعني. بصوا كنت انا بغمض عينيا كده وايدي كانت بتمشي عليه، الله يرحمها يعني، الله يرحمها يعني، لازم اقولها لكم بصراحة يعني، يعني بس يا رب الاقيها. اه هي موجودة عندي، بما ان يعني الذكرى السنوية بتاعتها النهاردة هي صعب انها اطلعها. على عامة يعني كان انا دخت عشان اجيب حاجة زيها ما لقيتش، كانت كيبورد مالتي اوبشنز، تمام؟ الكيبورد كانت قوية جدا وكنت بحبها قوي. جيت في يوم من الايام قاعد لقيت الكيبورد يعني في حروف ما بتكتبش، ايه ده؟ طب يمكن الوايرلس فيه مشكلة يعني، شلت القطعة بتاعت الوايرلس ووصلتها تاني، او شلت الكابل ووصلته تاني مفيش مشكلة يعني. دخت قلت بس يعني اكيد عايزة تنضف، جيت انضفها، فكيت الكيبورد رغم ان هي عدد زرارها كتير جدا وغلبتني، ونضفتها بكل ما تتخيلوا من حاجات انا بشرحها لكم دلوقتي، ما نفعتش. المشكله ايه؟ المشكله ان رهف زي ما بتتكلم كده دلوقتي تقول انا بنضف الحاجات بميه، تمام حلو، ممكن ما يحصلش حاجه، بس ممكن تراكم الميه ديت يعمل تاكل في اجزاء جوه، والتاكل ده ما يظهرش. يعني مثلا الكيبورد بتاعتي مره وقع عليها نقطه عصير، مره مثلا كنت قاعد كده بهزر مع واحد صاحبي فعرقي نزل، عرق ايدي نزل عليها، تمام؟ فالحاجات دي تراكمها بيأثر عليها فيما بعد، لذلك خلي بالك كويس قوي، تمام؟ عندك هتلاقي في الموضوع يا رهف ازاي ننضف الحاجات بالاجزاء المنزليه بتاعتنا، يعني قماشه فعلا ممكن تحطي عليها خل، ممكن تستخدمي الاكاي ده في اي، هتلاقيه في كل الدنيا، احتمال وانت ماشيه كده واحد يحطه لك في جيبك وانت ماشيه اساسا من كتر ما هو موجود، بدولار واحد بس، ممكن تستخدميه وترشي على القماشه نفسها، تمام؟ ميرسي قوي يا نور. على القماشه نفسها وتنضفي بيها ال CD وتنضفي بيها الجهاز. كنا بنشرح النهارده يا جماعه ازاي ان احنا ننظف الاجهزه بتاعتنا، وازاي ان ده هيعود بالجهاز بسرعه عاليه جدا، هتلاقوا فرق كبير جدا، لان الجهاز بيبقى حرارته مرتفعه جدا، وفي نفس الوقت احنا عندنا مشكله، مشكلتنا ان احنا مفكرين ان المشكله في الويندوز، ومفكرين ان المشكله في امكانيات الجهاز، تمام؟ لكن المشكله في الاتربه اللي في الجهاز. عامة احنا السيشن بتاعتنا خلصت دلوقتي، معانا 30 دقيقة هنستقبل فيها استفساراتكم سواء على المحاضرة بتاعة النهاردة، أو على أي حاجة احنا اتكلمنا فيها في ستارت ويندوز، أو على أي جزء اتكلمنا فيه أو أنتوا حابين تسألوا فيه في مجال الكمبيوتر أو الإنترنت بشكل عام. احسب لنا بقى يا نور، نفك اللاب من غير ما نأثر عليه سلبيا. بصي هقول لك على حاجة يا شيماء، أولا أنا واحد من الناس لما حد يجي يقول لي أفك اللاب أنا بقول له لأ، أوكي؟ ليه؟ اللاب في حاجات ممكن تتنضف وفي حاجات ممكن ما تتنضفش، يعني مروحه البروسيسور دي عشان تنضفيها هتفك اللاب كله بالجزء اللي ورا، واللاب بيبقى متصل بالكيبورد ومتصل بالسكرين، فممكن تقطعي شيلد معين او تقطعي فلات معين وانت بتفكيه، فانا بصراحه ما بنصحش بالجزء دي خالص. لكن في بيبقى من ورا في اللاب بلوكات كده، يعني بلوك كده عليه مسمارين مثلا، ده بيبقى موجود في الرامات، بلوك بيبقى عليه مش عارف ايه موجود في كذا، ده ممكن تفكيه بسهوله. هو في حصل ايه لما سخونة في لابتوب اتش بي؟ طب هو في مش فاهم، مع اني بنضف على طول بما اني سمعت عن تصنيع اتش بي، اه مفيش حاجه اسمها عيوب تصنيع، تمام؟ اتاكد ان الجهاز في مكان تهويه كويس، اتاكد من درجه حراره الجهاز قبل ما تتكلم، اتاكد ان من الاوبريتنج سيستم يا بيشوي او من نظام التشغيل او الويندوز اللي انت بتسطبه اساسا، كميه البرامج اللي بتستخدمها ايه؟ ما في حالات كتير ممكن نحدد منها بطء الجهاز. نجيب لو هتنضفيها شيماء فعلا بفضل انه يروح لمختص، او تستخدمي الحاجات اللي هي الصغيره قوي دي، ممكن تجيبي مكنسه، تمام؟ بتشفط الهواء، تشفط مش بتنفخ لجوه، وتحطيها قدام مروحه البروسيسور او الفتحه بتاعت التهويه اللي موجوده في اللابتوب، وده بتبقى كفيله قوي. هل ممكن اوضف سماعات اللابتوب؟ نصيحه مني دي بتبقى محتاجه ان تتفك، لان السماعات بتبقى طبقه قليله قوي او راقه قليله قوي من الورق، ممكن تراب بيأثر عليها، ممكن لو انت استخدمتي ميه او حاجه تأثر على صوتها برضو. اه شرحنا ده قبل كده.
نفك من غير ما يحصل مشكلة نتعلمها في كورس ايه؟ عودي نفسك قبل ما تسألي على نقطة زي دي، اعملي سيرش على جوجل عشان اولا مفيش كورس طبعا هيبقى مختص ان هو يعلمك ازاي تفك اللابتوب، يعني مش هنعمل كورس كله علشان نعلم الناس ازاي تفك لابتوب. في حاجات على اليوتيوب اتفرجي عليها وان شاء الله في افهم هنحاول ان احنا نحط لكم مجموعه فيديوهات بنفس التقنيه تعلمكم ازاي تفكوا اللابتوب. بس بيحضري بقى عدتك، مفكاتك، حاجاتك، نظف كل اجهزه البلاور، كل اجهزه الكيسه بعيد عن البلاور. اول حاجه مش هتقدر تنظف كل الاجهزه بعيد عن البلاور، يعني انت اول ممكن تستخدم بقى قماشه تقص مثلا اركاي، تمام، تقصها يعني او تحط عليه اكاي وتبدا تمسح انت الاجزاء دي، وبرضه مش هتقدر تنظف كل الاجزاء، لازم حاجه تطرد الهواء بره او تنظف بقى، يعني تطلع بقى تفك المذر بورد كلها والامور دي كلها. سماعات اللابتوب ساعات بلاقي شغرات ومش بعرف انظف، مش فاهم يا بيشو. شعيرات، شعيرات ازاي في سماعة اللابتوب؟ انت بتسرح اللابتوب ولا ايه بشو؟ تراب خفيف. معلش. طيب ما اللابتوب ممكن، بصوا هقول لكم على حاجة حلوة قوي، كان في قطعة كده كنت شايفها دلوقتي، استنوا يا رب الاقيها لكم. قطعة مميزة قوي ممكن تستخدمها علشان الحتت الصغيرة دي. ممكن يا اما تحاول تنفخها ببقك كده يا اما تحاول تستخدم القطعه اللي انا وريها لك دي. لقيتها الحمد لله. دي ادوات تنظيف كامله يعني. دي بيستخدموها المختصين. سيفينيتش، خليني ارفعها لك. اول حاجه بقى لما يبقى في عندي 500 صوره ما اناش لاقي الصوره. لقيتها. من رخصتك بس ممكن اجرب عن الناس بتسال. اكيد طبعا، اتفضل طبعا احنا هنستفاد، اتفضل. لو كان في كلمة سر مثبتة على الجهاز بس مش فاكرينها، كان ايه؟ مفيش طريقة نعرفها او نعرف. في، هقولك دلوقتي بس استني. ناصر او سائر، غير يونس ايه بس عماد لو سمحت، انا اللي هنا بجرب على اسئلة، فلو سمحت، لو سمحت مرة تانية لو سمحت. استاذ ناصر حضرتك لو محتاج المايك، اوكي محتاج تعرفنا ده على المايك، اكيد هنكون شاكرين ليك جدا. لا لو يا ريت تخرج لنا مايك عشان نستفاد منك. اوكي لو في اتاحة اوكي عرفني بس علشان انقلك المايك. رحت فين؟ طيب طيب اوكي. بصي يا رهف، في اسطوانة صيانة بتشتغل من على الدوس، ولا يهمك احنا اكيد استفدنا منك، ميرسي كتير جدا على المعلومة يا جماعة. لو محتاجين تنضفوا اللابتوب بتكتبوا ديسامبل وتكتبوا موديل اللابتوب جنبها. فيا ريت مرة تانية الناس تتابعنا في أسئلتها. كانت رهف بتسأل عندي باسورد على اللابتوب، تمام، باسورد على اللابتوب فعايز أشيله. في باسورد على اللابتوب نفسه على البايوز، تمام، البايوز بتاعت اللابتوب نفسها اللي هي إعدادات المذر بورد، وباسورد الويندوز. باسورد الويندوز ده سهل، إنما بقى للأسف يعني باسورد البايوز للاسف يعني برضه سهل. الاثنين بيتركوا عادي. اول حاجه باسورد بايز، لو انت في حجر كده بيبقى زي الساعه في المذر بورد نفسها، تمام، ده بيتشال. طيب مش عارفين نفك الحجر ده او مش عارفين نوصل له. في اسطوانه اسمها هايرنز بوت، جيب لنا الرابط بتاعها لو سمحت يا نور. هايرنز بوت دي بيبقى فيها خيارات، اولا ريست بايز باسورد وريست ويندوز باسورد، بيخليك تعيد تعيين الباسورد مره تانية سواء للويندوز او سواء للبايز من غير ما تفرمطي. ممكن تجاوب عن سؤال السماعات اللابتوب فيها شعيرات؟ ما هو ما انا قلت يا سجا، شفتوا القطعه يا جماعه اللي هي القطعه عامله زي المنفاخ دي، عامله زي جهاز الضغط،
تمام، دي قطعة ممكن يعني تنفخ فيها الحتت اللي هي هوريلك، اللي هشاور لكم عليها دي، تمام، دي جزئية ممكن تنضف بيها الحتت اللي هي مش قادر تدخل ليها. اوكي، دي حاجة. الحاجة التانية سماعات اللابتوب نفسها، زي ما انا قلت لكم خلي بالكم ان هي حاجة بتبقى عاملة كده، تمام، وكل الجزئية ديت بتبقى عبارة عن رقات قليلة قوي، او رقات عبارة عن ورق، فأي ضغط عليها ممكن تتقطع، فبذلك السماعة باظت. فركزوا في الحتة دي كويس قوي. السماعة لما بتشنشن، بنقول عليها كده بالمصري بتشنشن، يعني ايه؟ يعني بفخر وشة، ممكن ما يبقاش عيب أتربة، بس يبقى عيب سماعة عمرها الافتراضي خلاص يعني، تمام. اوكي، ادخلوا على ويكي هاو هتلاقوا مقالات كتير جدا، الصورة دي جايبة من على ويكي هاو. طب لسه متابعين معاكم في أسئلتكم واستفساراتكم، ميرسي يا نور. تحت أمرك طبعا يا سجا. طيب أوكي، لسه مستنيين استفساراتكم وطلباتكم بخصوص الكمبيوتر. بتفكركم الناس اللي داخلة معانا جديد النهاردة، هيبقى لينا كورس إن شاء الله هيبدأ قريبا جدا بتكنيكال عالية قوي، بروفيشنال يوزر، ازاي نكون محترفين. سماعات اللابتوب بتكون شغالة فجأة بيفصل، ما يرضاش يفتح تاني غير بعد فترة. ساعات اللابتوب بيكون شغال وفجأة بيفصل، ممكن تبقى حرارة عالية جدا يا شيماء، يعني حرارته وصلت لدرجة عالية جدا، دي حاجة. الحاجة التانية ممكن تستخدمي حاجة اسمها هولدر، يعني بيبقى حاجة كده زي الحامل وبيبقى فيها مروحة من تحت، تمام، فدي لو فصل فجأة كده ممكن يبقى بسبب الحرارة العالية. ايه اللي ما بينفعش معاه؟ هي مش فكرة مروحة يا شباب، مش فكرة مروحة يا شيماء، هي فكرة ان انت بترفعيه عن اي مسطح، يعني انت لما بتحطيه على ترابيزة مثلا ما بيبقاش في فاصل بينه وبين الترابيزة، فبيبقى فتحات التهوية مسدودة، فاحنا بنرفعه بس علشان يدخله تهوية مش اكتر. مروحة البسوق قدراتها كبيرة ممكن تأثر على الجهاز، اكيد يا استاذ حسام. لا، هي زرار الباور ملوش علاقة، يعني هي بتتكلم في حتة ان هو مرة فجأة بيفصل مرضاش يفتح غير بعد فترة، فلو زرار الباور فاصل أساسا مش هيقيد. مروحة بصي يا سجا، في أولا في حاجات، قولي معايا، في برامج بتقيس السبيد بتاعة الفان، سرعة المروحة نفسها، تمام. غير كده مروحة اللابتوب لو هي بتدور بشكل ضعيف هتلاقي اللابتوب بتاعك بيسخن بسرعة جدا، وفي نفس الوقت بيفصل، لان الحمد لله من تكنيكال اللي حطوها لنا في المذر بورد الجديده، ان هم حطوا اوبشن لو درجه الحراره وصلت لحاجه معينه اللابتوب يفصل، يعمل شوت داون، ده علشان ما ياثرش على القطع والقطع تبوظ. فاطمني يعني لو المروحه واقفه اللابتوب بتاعك هيفصل. هل ممكن؟ اوكي، مفيش مشاكل، بس على فكره يا شيماء المروحه ديت سعرها تقريبا ما يعادل 30 جنيه بالمصري، فمش حاجه غاليه قوي. انت اللي خلاكي تجيبي اللابتوب فهاتي له هولدر، وبقى شكلها ظريف يعني، يعني كيوت كده بما اعتبارك بنت وبتاع، فهتبقى كيوت. طيب لسه منتظرين استفساراتكم. اصلا ان غيرت مروحه البروسيسور والفني جاب لي مروحه من عنده قويه جدا ممكن تاثر. لا طبعا، يعني المروحة قوية بمعنى ايه؟ قوية في الصوت يعني؟ جايباه بس بيفصل برضه. طيب بصي يا شيماء، ممكن الفصلان ده يكون يا هاردوير يا سوفت وير، يعني ممكن يكون في مشكلة في الويندوز فبيعمل ستارت او بيعمل شوت داون، وممكن يكون المشكلة هاردوير نفسه، فانت عالجي من فوق لتحت، يعني عالجي من اسهل لاصعب، عالجي من قصة الويندوز ونبتدي من تحت. يعني انت هيحط لك دلوقتي السكايبي او الفيس، او ممكن تحط استفسارك على افهم عندنا واحنا نتابع معاكي، نشوف الويندوز، وبعد كده لو لقينا المشكله مستمره برضو وبتحصل تكراريا، لو اللابتوب بتاعك في الصيانه لازم تعرضيه عليهم او في الضمان عفوا.
الهارد عليه باد سيكتور، وكل ما اجي اعالجه بستان هيرت مود يرجع الباد سيكتور مره تانية، ويهنج الجهاز واضغط واضطر اعالجه تاني وانزل ويندوز جديد وهكذا، لدرجه ان قعدت تقسيم الهارد مرات عده ولا فائده. ممكن يكون بارت يعني باد سيكتور الفيزيكال، تمام؟ انت لو حضرت حلقه الباد سيكتور معانا يا استاذ اشرف كنت هتعرف. فمن الافضل ان انت الجزئيه بتاعت الباد سيكتور دي تلغيها تماما، يعني تقسم قبلها وبعدها عدد مروحة، عدد لفات مروحة، المروحة ثابتة مهما اختلف النوع. هشام ده سؤال ولا استفسار؟ بالظبط يا زلمة، تحت أمرك، ميرسي يا نور. إجابة بالظبط، هي مهما اختلف نوعها هي عدد اللفات ثابتة. إجابة إيه يا رب؟ بتاعت الباسورد؟ ما انا قلت لك اهوت، انت اعرف الباد سيكتور موجود فين بالظبط، تمام؟ وقسم قبله وبعده. الرسومات والجرافيك انا لسه ما شفتش السؤال، ما لحقتوش، فمعلش حطوني مره تانية. اكيد طبعا، يعني انت مثلا عندك مروحه برشتين وبتدور بعدد لفات معينه، ولا مروحه بخمس رش وبتدور بنفس اللفات؟ هي عامة بص، مراوح البروسيسور لا تقارن قدام ان الجهاز يبقى في مكان تهوية كويس. الحل، بص يا سيدي، معلش نسيت ان انا اقول لكم الحل. خليني اجيب لكم مروحة، اجيب لكم حاجة في المروحة. بروسيسور فان، اوكي هي دي. مروحة هتلاقوها عند معظم الناس. هي خاصة بـ AMD طبعا، بس يعني ما علينا. بصوا يا شباب، الناس اللي كانت بتتكلم على حتة مشكلة الزنة، هجيب لكم كام صورة كده بس، معلش فاصبر عليا دقايق. تمام، الصورة المثالية. بصوا يا شباب، دي مروحة عليها يد، تمام، اللي بتاعت البروسيسور. الصورة اللي بعدها اللي هوريها لكم ديت، دي طريقة لفك المروحة، يعني زي ما احنا شرحناها، او زي ما احنا قلنا ان ازاي نفك المروحة بتاعة اللابتوب، او بتاعة عفوا بتاعة البروسيسور، علشان نطلعه، علشان يا اما ننضفها يا اما هنعالج موضوع ال اه هنعالج موضوع الزنة دي، تمام؟ بعد ما خرجنا الهيت سينك او مشتت الحراره اللي هي الجزء الحديد اللي بيبقى تحت المروحه، تمام، وخرجنا المروحه بالكامل زي ما انت هتشوف في الصوره ديت اهيت، تمام، بنفكها بالكليبسات اللي تحت دي، الكليبسات اللي هي موجوده دي. حلو، هوريكم بقى صوره، هي الصوره المثاليه شويه. في عندنا حاجه اسمها زيت مكن. زيت مكن ده هتلاقيه عند اي حد بتاع صيانه، تمام، هتلاقيه عند حد بتاع اي اجهزه الكترونيه، وبتبتدي تشيل اللزقه اللي هي ديت، يعني اللزقه اللي هي دي، شايفه يا شيماء؟
انا عايز اجيب لكم لون تاني بس يكون واضح. دي اللزقه اللي بتبقى فوق دي، تمام؟ وبعدين ببتدي اجيب اي بقى حاجه عندي، يا اما سرنجه يا اما قطره، تمام؟ وابتدي احط زيت في الجزئيه بتاعه اللي تحت اللزقه دي، زي ما انتم شايفين بيبقى فيه مسمار، هو المسمار ده اللي بتدور عليه المروحه، فلما بحط له الزيت ده او بحط له الشحم ده بيبقى تمام، تمام؟ يعني الصوت بيختفي. ممكن تحط كمان حاجه زي الشحم، يعني تحط شحم كده بيبقى لونه ابيض، زيت مكن، اسمه زيت مكن. شحم، شحم بيبقى لونه ابيض كده، انا مش عارف اسمه ايه بالظبط. ممكن، لا ممكن تسألي على اي حد بتاع صيانة، يعني اي حد بتاع صيانة ممكن تحت اللزقة مسدود. خلاص يبقى شيل فك المروحة نفسها، تمام؟ ودور على الجزئية اللي بتبقى اساسية اللي بتلف عليها المروحة، او تعاون 55. متشكرين يا استاذ مصطفى. هاتوا يا جماعة شحم اسمه تعاون 55. ميرسي، انا بستفاد والله منكم، مش انتوا اللي بتستفادوا مني. شحم علشان الاحتكاك ما يعملش مشكلة، يعني ممكن الاحتكاك نفسه بيعمل مشكلة. تمام، وده هيكون نفس الكلام بالنسبة لمروحة الباور بالظبط، نفس الكلام. موضوع المعجون الحراري ده يا شباب، ان في معجون كده معين بيتحط بين المروحة وبين الهيت سينكر، يعني مشتت الحرارة ده وبين المروحة بيبقى فيها معجون كده. المعجون ده بيشتت الحرارة وفي نفس الوقت بيقلل الحرارة الموجودة في الهيت سينكر نفسه. تمام، معجون جرافيتي. انا اوريكم شكل او انواع المعجون اللي بتبقى جايه في السوق، تمام؟ عامه ممكن تلاقوها بالوضع اللي انتوا هتشوفوه ده، او تلاقوها عباره عن باكت كده، باكت كده بربع جنيه تقريبا او بحاجه، تمام؟ هوريكم شكل المعجون. مروحه جديده وليها صوت يدل على سرعة المروحة. بص، كل ما المروحة يعني كل ما البروسيسور بيسخن، المروحة بيجي لها اوردر ان هي تدور بسرعات اكبر، وبعدين ممكن تهدى، يعني ممكن تلاقيها عالية جدا وبعدين هدت، ده على حسب الـ درجة الحرارة. تمام، مستر، ويا ريت الصورة المعجون اللي بيبرد. هو ده المعجون، يعني ممكن معجون، المعجون ده علشان بيساعد في تبريد البروسيسور، تمام؟ ايا كان بقى اي نوع من البروسيسور. لا، صوته عالي على طول، ممكن تستار الحاجات اللي احنا قلنا عليه دي. لا، المعجون مش بيشيل صوت، المعجون بيقلل الحرارة. صورة السرنجات دي خاصة بإيه؟ دي خاصة بالمعجون، معجون بيتحط بين المروحة وبين الجزء الحديد اللي هو الهيت سينكر ده، علشان يقلل درجة الحرارة بتاعة البروسيسور. شفتي؟ عشان تعرفي بس إن الناس شغالة في الكمبيوتر، كل قطعة محتاجة فني. بس عامة كل واحد وليه طريقته، احنا بنعرض كل الطرق وبنعرض كل المجالات او بنعرض كل الاوبشنز، وانتوا ان كان يعني اختاروا الحاجة اللي سهلة بالنسبة لكم. لا، ممكن عادي تفك المروحه وتحط المعجون ده بين الهيت سينكر وبين اسف يا جماعه، المعجون بيتحط بين البروسيسور، تمام؟ وبين الهيت سينكر. هوريكم ازاي بيتحط، تمام؟ استني اجيب لكم المعجون، هجيب لكم ازاي المعجون بيتحط. هجيب لكم شويه صور كده يعني. تمام، هنفتح بورد جديدة بس عشان احنا وصلنا
عدد البوردات ما شاء الله 7. هنجيب بورد جديد، وريكم شكل المعجون بيبقى محطوط على انهي قطعة بالظبط، وازاي بيتحط، تمام، وازاي بيتحط. طبعا المعجون ده مش هقعد اغسل بيه البروسيسور كله، ده يا دوب نقطة واحدة بس اللي بنحطها عليه. انا جبت لكم كذا صورة كده يعني ان شاء الله تعجبكم. تمام، شوفوا يا شباب، الكمبيوتر محتاج سهرة طويلة ونفكه حتة حتة. لا بص يا شيماء، انا الفكرة بتاعت الكمبيوتر صدقيني ان كل قطعة ويلكم برنسس مارمر، انا ما خدتش بالي بصراحه. طيب كل قطعه بيبقى ليها تعامل معين. بصوا يا شباب، ده المعجون يعني ده القطعه بتاعت البروسيسور اللي بتحط عليها المعجون، تمام، المعجون والزيت، لا المعجون يقلل الحراره، الزيت علشان موضوع الصوت. بصوا المعجون بيتحط تحت الهيتر يعني تحت الجزء الحديد بتاع البروسيسور على قطعه البروسيسور نفسها بالشكل ده، تحط نقطه واحده بس، تمام. هحط لكم صوره كمان، بيتحط بالشكل ده. طبعا الشكل اللي هو حاطه ده ممكن تستخدموه برضه كمان، بس لما احنا بنحط نقطه ونضغط على النقطه ديت، طبعا هي بتتوزع على الجهاز كله، بتتوزع على المنطقه كلها. عندي امين، عندي لابتوب لكن عند اضغط زرار الوايرلس يبقى يعمل حوالي 2 دقيقه توقف او تظهر شاشه زرقاء. التعريف تعريف الوايرلس نفسه يا استاذ امين، ممكن تشيل التعريف او تنزل تعريف كومباتبل مع الويندوز بتاعك. طب بالنسبه للاكاي، هل انا استعمله للماذر بورد كله ولا اماكن عادي استعمليه للماذر بورد كلها، مفيش اي مشاكل يا استاذ شريف، انا اسف. احذف تعريف الوايرلس، زي نفس اللي قلناه يا استاذ. بس ده مش جرافيت يا مستر، هو مش شرط يكون جرافيت يعني ايا كان المعجون. هو عامة يعني ما بقاش في انواع معينة، بس هو معجون بروسيسور، تمام. احط له كمان صورة عشان تبقى الدنيا اوضح بالنسبة لكم. في صورة تانية، حطينا دي، دي الجرافيت لونه اسود، مش شرط يكون لونه ابيض او اسود، هو الفكرة كلها فكرة المعجون بيتحط على قطعة البروسيسور دي، ما فيش فرق. طيب قاعدين قد ايه يا نور من ال 30 دقيقة بتوعنا؟ نور يا ايه، محدش معايا ولا ايه؟ طيب عماد انت حاسب كورس المتقدم، ان شاء الله باذن الله في خلال الشهر ده، يعني بالظبط قدامنا محاضرتين او 3 محاضرات في ستارت ويندوز. طب وقتنا فاضل فيه قد ايه نور؟ ونبدا ان شاء الله في البروفيشنال يوزر ان شاء الله باذن الله، بس طبعا هيبقى في دنيا تانية خالص، يعني هيبقى في علشان الشهاده اللي هنديها او السيرتيفيكيشن اللي هنديها للبروفيشنال يوزر هتبقى معتمدة من افهم، وطبعا مش هنخاطر ان احنا ندي حاجة باسم افهم لأي حد غير لما يكون فعلا بروفيشنال يوزر، فيبقى في شوية تجديدات ان شاء الله باذن الله. تابعونا دايما على الفان بيج بتاعت افهم، كل الناس يا ريت تتابعنا على الفان بيج بتاعت افهم، وتتابعنا على افهم كمبيوتر، حط لنا لينكات لو سمحت يا نور على الويب سايت وعلى الفان بيج، اكيد هتستفاد من مواضيع كتير جدا، احنا بنقول هنا نقطة من بحر في افهم، فما شاء الله على الفريق يعني. افهم تبع مايكروسوفت؟ لا مش تبع مايكروسوفت، ميرسي يا رندا. دي الفان بيج بتاعتنا يا جماعه، يا ريت كلنا نعمل ليها لايك، بينزل عليها المواضيع بتاعتنا، الرسومات الجرافيك الموجوده في مواصفات الجهاز، الرسومات الجرافيك اللي موجوده في مواصفات الجهاز. يعني ايه مش فاهم يا رهف؟
يعني ايه رسومات الجرافيك الموجودة في الجهاز؟ الحمد لله. مش عارف، هي تحدد لنا ان شاء الله. لسه منتظرينكو بقينا اقل من 4 دقايق. انا اللي كلمت حضرتك على الفيس. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. لسه منتظرين استفساراتكو. انت ده ساعة كارت الشاشة، دي ساعة كارت الشاشة يا رهف. تمام. لا اضغطوا عليها، إيه، ما تاخدوش لينكات كوبي. تمام. ميرسي، تحت أمرك أكيد يا بشو. يعني هي الرماد بس للشاشة؟ لا بصي، في حاجة اسمها الكابيسيتي، يعني ساعة كارت الشاشة. كارت الشاشة بيقاس بساعة معينة. تمام. يعني عندك كارت الشاشة مثلا 1 جيجا، كارت الشاشة 2 جيجا، كارت الشاشة 4 جيجا مثلا، ملهاش علاقة بالرماد خالص. هي نفس فكرة الرماد، يعني هو بيقدر يشغل كام لون مثلا، او يدعم رسومات بأنهي تقنية مثلا. يعني يقدر من خلال الحاجات دي بتقيسي بقى، تقدر تشغلي ألعاب ايه، تقدر تشغلي برامج ايه وما إلى ذلك. كثرة رش الأكاي أكيد طبعا، 4 جيجا كويسة. الاكاي انت ما ترشوش على العمال وعلى البطال. وبعدين انا بنصح، يعني لو هنضف بيه حاجه ننضف بيه. ننضف بيها الجهاز. طيب. اوكي، احنا اعتقد بمعنى ايه منظم كهرباء؟ استبلايزر يعني جنبه؟ لا طبعا، لو الكهرباء عندك كويسة يبقى خلاص ما فيش مانع منه الاستبلايزر. في أي استفسار تاني يا شباب؟ أعتقد إن احنا وقتنا خلص. صفح روك ميلت. لا روك ميلت ده معرفش مين، في براوزر اسمه روك ميلت ازاي؟ ممكن حضرتك تطرح المشكلة دي على افهم. تمام، واحنا هناك هنجاوبك. لسه منتظرين لو ليكو اي استفسار. شرح كامل وقف الستارت هيرن، في حاجات ليها في افهم، في شروحات ليها في افهم موجودة. في شروحات موجودة في افهم. على فكرة بس انا عايز اجيب حاجة معينة. انتظروني.
طيب عامة بس زي ما قلت لك يا رهف، ربنا يخليك، انا كنت لسه بدور لك على الحاجة بتاعت كارت الشاشة. بصي، لو عايزة تعرفي سعة كارت الشاشة بتاعتك، ادخلي على الرن واكتبي دي اكس دي اي اي جي، النشيد اللي احنا كنا خدناه في مرة من المرات لو فاكراه. وبعد كده تروح على ديسبلاي، سعة كارت الشاشة بتقاس بحاجة اسمها الميجا هيرتز. تمام، ربنا يخليكم يا جماعة. على العموم دايما ما تحرموناش من التواصل بتاعكم، اكيد هنبقى محتاجين اقتراحاتكم علشان الكورس بتاعنا الجديد بروفيشنال يوزر، اكيد محتاجين كل سؤال وكل معلومة بتطلع منكم. انا استمتعت معاكم النهاردة جدا، زي ما انا يعني زي ما انا بتمنى تكون استمتعتوا معانا النهاردة. اكيد طبعا، اكيد طبعا، الدورة الجاية مش هتبقى مطلوبة ان انت كل يعني كنت تابعت وستارت ويندوز بشكل كامل يعني، لا بالعكس، لو انت ما تابعتش وعايز تدخل في الدوره الجايه تابعنا، لكن الدوره الجايه هيبقى ليها شويه متطلبات صعبه شويه، ان ممكن ناس تتابعنا اوكي اوريدي، لكن اللي هيكون مفوت اكتر من سيشن للاسف يعني هيفوت فرصه انه ياخد معانا سيرتيفيكيشن، وهيفوت فرص اضافيه يعني، فهيبقى شويه صعبه. ايه الاف ام ده؟ مش فاهم. أكيد كلنا هنتفق على التوقيت إن شاء الله. محاضرات ستارت ويندوز حدو 4:30 بتوقيت مصر. أوكي، بتمنى دايما الشباب تكونوا استفدتوا مننا النهاردة، بشكركم دايما على حسن استماعكم وحسن مطالعتكم لينا وحسن صبركم علينا. إن شاء الله بإذن الله نلتقي بحضراتكم، وأكيد زي ما قلنا لكم ما تحرموناش من تعليقاتكم واستفساراتكم، لأن دايما هي اللي بنعتمد عليها علشان نحدد الدروس اللي بنديها في ستارت ويندوز. أكيد تابعونا على الفان بيدج بتاعتنا اللي أكيد نورة تحط لنا اللينك بتاعتها دلوقتي على افهم كمبيوتر، كمان تابعوا دروسنا على افهم كمبيوتر اللي أكيد بنحاول نجدد دايما في محتوانا وبنجدد دايما في دروسنا علشان نحاول إن احنا نضيف لكم كل يوم معلومة. بشكر حضراتكم دايما، وكان معكم اخوكم عمرو سليم من فريق افهم كمبيوتر. السلام عليكم.